احتفلت وزارة الصحة والسكان بالإنجازات التي حققتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة 100 مليون صحة. هذا وكرمت وزارة الصحة الأطباء العاملين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة عرفانا بما حققوه من نجاحات لدعم صحة المرأة في مختلف محافظات الجمهورية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفلت وزارة الصحة والسكان بالإنجازات التي حققتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة 100 مليون صحة. وخلال الاحتفالية تم استعراض النجاحات التي حققتها المبادرة على مستوى المحافظات، حيث تم فحص وتقديم التوعية لأكثر من 32 مليون امرأة، إلى جانب متابعة أكثر من 7 ملايين امرأة من خلال خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وده يوم مهم جدا مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى العالم. احنا كمان بنحتفل بالمبادرة الرئيسية لدعم صحة المرأة اللي حققت نجاحات كبيرة جدا عبر سنوات تعتبر مش كبير. احنا المبادرة دي ابتدت في يوليو 2019، ولحد النهاردة حققنا اكتر من 33 مليون سيدة تم الكشف عليها واكتشاف او الاطمئنان على الاورام بشكل عام وأورام الثدي بشكل خاص. وتقديرا لمجهوداتهم، تم تكريم الأطباء العاملين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة عرفانا بما قدموه من نجاحات لدعم صحة المرأة في مختلف محافظات الجمهورية. المبادرة دي موجودة في 3500 وحدة صحية في محافظات مصر كلها. أي سيدة تقدر إن هي تروح تطمن على نفسها وتكشف على نفسها، لأن الكشف المبكر بيساعدها إن هي نكتشف المرض بدري، فبالتالي العلاج بيبقى اسهل ونسبه الشفاء ممكن توصل لحد 100%. احنا بنتابع العمل في الوحدات الصحيه اللي هم 3500 وحده صحيه، وبنتابع الشغل في المستشفيات ال 102 مستشفى اللي بنحول عليهم الحالات. بنتابع الحالات من كل حاجه، من اول التوعيه اللي بتتم في الوحده بالرائدات. طبعا الحمد لله النهارده كرمنا الرائدات وكرمنا منسئين المديريات المتميزات. هدف المبادره ان احنا نكتشف المرض عند السيدات في ستيج مبكرة شوية، علشان احنا لما بنكتشف المرض في ستيج متأخرة بيكون السيرفايفل ريت بتاعها بيكون قليل. فهدف المبادرة ان انا بكتشفها بدري، فبالتالي ده بيبقى بيوفر على الدولة وبيبقى نتائج العلاج بتكون افضل بكتير. المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة قدمت الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن 18، انطلاقا منها بان التشخيص والكشف المبكر عن اورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان وفقا لاحدث المعايير العالمية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.